جوهري جوهري، واحد من أشهر الهتافات في تاريخ الكرة المصرية، والذي ارتبط بأحد أبرز نجوم التدريب في تاريخ المنتخب المصري والنادي الأهلي. إنه الجنرال محمود الجوهري، نجم النادي الأهلي الراحل لاعباً ومدرباً، والمدير الفني الأسطوري للمنتخب المصري الذي قاد الفراعنة لنهائيات كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. ولد محمود يوسف نصير الجوهري في 20 فبراير عام 1938 في منطقة حلوان، وعشق كرة القدم منذ سنوات عمره الأولى، وانضم لصفوف الناشئين في القلعة الحمراء، وتألق فيه إلى أن تم تصعيده لصفوف الفريق الأول عام 1955، وظل في الأهلي لأكثر من 10 مواسم إلى أن أجبرته الإصابة على الاعتزال في موسم عام 1965-1966، حيث كانت المباراة الأخيرة له أمام الإسماعيلي في أكتوبر عام 1965. وخلال مشواره مع الأهلي تألق الجوهري في مركز رأس الحربة والجناح الهجومي، وخاض مع المارد الأحمر 80 مباراة، وسجل 37 هدفا في 28 مباراة، بواقع 31 هدف في بطولة الدوري الممتاز، و6 أهداف في كأس مصر. وجاء أول هدف له في 21 أبريل عام 1956، والأخير في 18 أكتوبر عام 1963. أما أكثر الفرق التي سجل في شباكها فهو سك الحديد بواقع 7 أهداف. خلال مشواره كلاعب ساهم في تتويج الأهلي بالدوري الممتاز 6 مرات، وكأس مصر 4 مرات، وبطولة الجمهورية المتحدة عام 61، ودوري منطقة القاهرة عام 58. وعقب الاعتزال فتح الجوهري صفحة جديدة من التوهج، ما وضعه بين عظماء مدربي العالم، وكانت البداية في ناشئي الأهلي، ثم عمل مساعدا للكابتن عبد صالح الوحش، ثم مدربا لفريق الأمل موسم 74-75، ثم رحل للخليج لتدريب فريق اتحاد جدة السعودي، ثم عاد للأهلي من جديد مديرا فنيا خلال موسمي 82-83 و83-84، حقق خلالها أول لقب إفريقي للفريق عام 1982، عندما توج المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا على حساب أشانتي كوتوكو الغاني. للخطيب، والخطيب يرأس، ورأس واحدتين، ويجي فول، يا فول، 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 التعادل للخطيب. كما قاد الفريق للفوز بكأس مصر عامي 83 و84. تولى تدريب الأهلي من جديد في عام 1985، وقاد الفريق للفوز بكأس مصر، كما احتفظ بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب بطل نيجيريا. وبشكل عام في هذه المواسم الثلاثة قاد الفريق في 106 مباراة، منها 66 مباراة في الدوري، و12 مباراة في الكأس، و28 مباراة إفريقية. حقق الفوز في 69 مباراة وتعادل في 12 منها. أما على صعيد منتخب مصر فقد تولى تدريبه في 4 ولايات، الأولى عام 1988، ونجح في الصعود لكأس العالم بإيطاليا بعد غياب 54 عاما على حساب الجزائر. لما لسه كرة في الملعب وكرة عالية، ثم توج بكأس العرب عام 1992 على حساب السعودية. جول لمصر، الله يا حسام حسن. كما توج ببطولة الأمم الإفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو، وكان قد تولى تدريب المصر البعيدي قبل انطلاق موسم 91-92، لكنه استقال وعاد لتدريب المنتخب الأول في ولايته الثانية حين ذاك. اختتم مشواره التدريبي مع منتخب الأردن مديرا فنيا، ثم مشرفا على المنتخبات الأردنية ومخطط للكرة الأردنية،
ثم مستشارا فنيا لاتحاد الكرة المصري قبل أن يعود من جديد للأردن حتى وافته المنية في 3 سبتمبر 2012 عن عمر ناهز 74 عاما. وسيذكر التاريخ دائما لابن الأهلي البار وجنرال الكرة المصرية الخالد أنه أسس عام 1990 نظام الاحتراف في مصر، وشجع بعض اللاعبين المصريين على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، وعلى رأسهم هاني رمزي وأحمد حسن، ليفتح أفاقا جديدة أمام اللاعبين المصريين ويقنن حركة انتقال اللاعبين إلى أوروبا بدلا من انتقال المواهب مجانا دون استفادة الأندية منهم.